السلام عليكم ورحمة الله. من منا لم يغني في الحمام وهو يأخذ دشا؟ من منا لم يأخذ فرشاة أسنانه وغنى بصوت عال عندما لا يشاهده أحد؟ فكرة قد تبدو في ظاهرها سخيفة، لكنه تصرف عفوي نقوم به جميعا. ما رأيك لو قلت لك أن هناك تطبيقا قام بأخذ هذه الفكرة وتحويلها إلى فكرة تجارية، وهو تطبيق ميوزيكلي. تطبيق ميوزيكلي عندما ظهر كان منصة تحاول أن تحاكي هذا المفهوم، مفهوم أن تخرج الفنان الكامن في كل منا من خلال تطبيق للموسيقى، تشغل من خلاله الموسيقى في الخلفية وتقوم بتحريك شفاهك على الأغنية نفسها. هذه هي الفكرة التي عليها ميوزيكلي. لكن في فترة معينة تم بيع ميوزيكلي لشركة باي دانس الصينية مقابل ما يزيد عن مليار دولار، حيث استحوذت شركة باي دانس على تطبيق ميوزيكلي وحولته إلى تيك توك. تيك توك هو تطبيق صيني يشجع الناس على أن يخرجوا المواهب الموجودة لديهم من غناء ورقص وتمثيل إلى غير ذلك، لكن المفهوم الذي يقوم عليه تيك توك هو مفهوم استهداف الهواة وليس المشاهير. الغالبية الساحقة من مستخدمي تيك توك هم أشخاص هواة يغنون ويرقصون ويلعبون على التطبيق، لأن تيك توك غير مرتبط أساسا بمفهوم الإتقان، وإنما هو مرتبط بمفهوم الهواة. الهواة غير المتقنين وغير المبدعين أحيانا. تيك توك لا يهتم بإتقان المحتوى الموجود على منصته إطلاقا، وتيك توك غير مهتم بجلب المشاهير على منصته إلا في حالات نادرة لمشاهير غربيين تم جذبهم لكي يقدموا محتوى لتيك توك لكن بالصينية، موجه أساسا للجمهور الصيني. لكن بشكل عام تيك توك غير مهتم بالمشاهير، بالإضافة إلى أن تيك توك يحب التكرار. خوارزمية تيك توك تعشق التكرار، لذلك تشاهد نفس الفيديو يقلده آلاف الأشخاص على تيك توك. والغريب أن هذا النوع من المحتوى، إن صح أن نقول عليه محتوى، يجذب فئات كبيرة من الناس، وهو أمر مثير للاستغراب جدا. حتى الآن لا يوجد أي وصف تقني لنوعية المحتوى الموجود على منصة تيك توك. هي ليست فيديوهات بالمعنى التقليدي، بحيث تكون هناك إضاءة ومونتاج وسكريبت وفكرة وراء ذلك، كما أنه لا يتبع أسلوب فيسبوك، كما أنه لا يشبه إنستغرام، كما أنه أيضا لا يشبه سناب شات وإن كان يقتبس بعضا من أفكاره. لا يزال متعذرا أن نقوم بوصف المحتوى الموجود على تيك توك. هو محتوى غريب مثير جدا للبعض ومحتوى مقزز جدا للبعض، لكن بما أن تيك توك هو موقع للتواصل الاجتماعي، إذا ما هو الجديد الذي يقدمه؟ والحقيقة أن أي تطبيق للسوشيال ميديا عندما يكون صينيا فإنه يثير العديد من التساؤلات، والسبب هو النظام الشمولي للحكم في الصين. وبالرغم من إعجابنا بتجربتها الاقتصادية، إلا أنه لا يزال لديها نظام شمولي، والأنظمة الشمولية تهدد سلطة القانون وتهدد المؤسسية في الدولة. يوجد قانون في الصين يجبر جميع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا أن تتعاون مع الأجهزة الأمنية، وهذا بحد ذاته ليس مشكلة، لأن جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبلا استثناء تتعاون مع الأجهزة الأمنية في بلدانها، ولديها ما يسمى بذا باك دور، وهو عبارة عن ثغرة تكون مفتوحة عن قصد للأجهزة الأمنية. لا شك أن تيك توك يقوم بهذا، ولا شك أنه ليس وحده من يقوم بهذا. لكن المثير للريبة في موضوع تيك توك هو التالي: شركة باي دانس تعترف على موقعها أن خوارزمية تيك توك هي خوارزمية ذكاء اصطناعي شبه مطلق، بمعنى أنها خوارزمية مستقلة تماما عن البشر، لكن كل ما تقوم به هذه الخوارزمية هو تتبع البشر ومحاكاة ردود أفعالهم والتعلم منهم، بمعنى أن تيك توك يحول رواده إلى فئران تجارب يتعلم منهم. المشكلة هنا أن من يتعلم سلوك الناس ويتعلم طبعهم ويتعلم هواياتهم ويراقب سلوكياتهم هو تطبيق صيني يتبع لنظام شمولي. دائما ما تظهر بعض التساؤلات المنطقية والجوهرية والتي تقول ماذا يفعلون بكل هذه البيانات التي يجمعونها من الناس، لكن صيغة السؤال بحد ذاتها صيغة إشكالية. لا يفترض أن يجمعوا بيانات أصلا، بل يفترض أن تظهر هذه الفيديوهات أو هذا النوع من المحتوى، يفترض أن يظهر لفترة وجيزة ويختفي. لكن تيك توك قبض عليه بالجرم المشهود. تيك توك غرم في 2019 من قبل اللجنة التجارية الفيدرالية الأمريكية بمبلغ 5.7 مليون دولار كغرامة، لأنه قام بالاحتفاظ بمحتوى لأشخاص يقل عمرهم عن 13 سنة بهدف خلق نوع من المحتوى الذي يناسب هذه الفئة العمرية كما يقول البعض، لأن الإحصائيات أيضا تقول أن 40% من مستخدمي تيك توك هم مما يسمى ذا ميلينيوم، أو الأشخاص الذين ولدوا في الألفية أو قبل الألفية بقليل. ومن ضمن الأشياء المثيرة للريبة أيضا بخصوص تيك توك هو أن شركة باي دانس المالكة لتطبيق تيك توك هي على صلات وثيقة بالحكومة الصينية، بالرغم من أنها تمتلك عديد التطبيقات الأخرى، لكن تركيزها الأساسي ومصدر دخلها الأساسي هو من تيك توك. لكن البعض يقول إن هذا ما هو إلا تغطية على الهدف الحقيقي لهذه المنصة، وهي أنها منصة أبحاث إلكترونية تظهر في شكل موقع للتواصل الاجتماعي بهدف دراسة الناس وتطوير الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير خوارزميات تتعلم من البشر. بالمناسبة جوجل أيضا تقوم بهذا الشيء. نموذج تيك توك من التعلم
التعلم من البشر هو نموذج فج من خلال تشجيع التكرار، ولأن تيك توك له ارتباطات غير واضحة ومشبوهة مع الحكومة الصينية، فإنه قام بأكثر من مناسبة بإزالة المحتوى الذي يناهض الحكومة الصينية، وذلك عندما حاول بعض النشطاء استخدام تيك توك كمنصة للتعبير عن آرائهم بخصوص ما يحدث في هونغ كونغ أو بخصوص ما يتعرض له مسلمو الإيغور من التهميش والإيذاء داخل الصين. قام تيك توك بإزالة هذا المحتوى بشكل مباشر، وهذا ما يؤكد أنه ذراع من أذرع الحكومة الصينية. لا مشكلة لدينا في أن تكون للحكومة الصينية أذرع ناعمة، لكن مشكلتنا هي أن يظهر تطبيق في ظاهره غير مؤذن. هنا تكمن الخديعة وهنا تكمن المشكلة. وفي الختام، لا شك أن خريطة مواقع التواصل الاجتماعي والبزنس موديل لفكرة السوشيال ميديا يتطور ويتغير من وقت إلى آخر، ومثل ما حدث مع يوتيوب في بدايته حيث كان يقال ما هذا النوع من المحتوى الغريب الذي يظهر فجأة، ليس تلفزيون ولا أي شيء عاهدناه، وإنما هو شيء جديد ظهر فجأة. لكن حتى الآن تيك توك لا يزال يخفي العديد من أسراره. هل تيك توك مجرد منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعي له عيوب مواقع التواصل الاجتماعي وله مميزاتها أيضا، أم أنه فقط مجرد قمة جبل الجليد في منظومة تجسسية أكبر ومن طراز جديد؟ إلى أن نراكم في فيديو جديد. هذا كل شيء كان عندنا في الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ونشر الفيديو بين أصحابكم، وشكرا، سلام.